بالحكره. حسيت بنات الشعب غادي يجري لهم كلشي بحال هكا، حيت ما كاينش اللي غادي يحميهم. ما كاينش. الحمد لله انا ديك البنت كنت كنشوفها قدوه ديالي، بنت موجزه في ادب انجليزي، عندها شواهد الحمد لله عاليه مشاركين بها في المغرب وفي خارج المغرب. فباش بنت بهذه المواصفات وبهذه الاخلاق تقتل بطريقه وحشيه راه حشومه. ضرب ليها الكبده وليدي، ضرب ليها هذاك الريه، تما وليدي ما بغاش يحبس. قلت لها ميمتي راني غنشوف شنو هذاك الشيء. قالت لي يا ماما ما تخافيش ماشي شي حاجه. كنغوت عباد الله، وهاد السيد خد ليا منو حق. حبا يقتلوه ولا نقتلوه انا، حبا يقتلوه ولا نقتلوه انا. تبعها تما كاين راه ضربها فرمشات عين. ما جا الغوات ما جينا نعاود لقيناها طايحه باركه صافي. السيده كتشهد هو ما بقاش، مشى طار ما بر. لا ما متيقش اصاحبي، انا مشيت ودفنت باش نشوف فيها ضاحكه تتبسم وما متيقش. هو استغل هذيك الفرصه انا ما كاينش. لا والدار الوالد ديالي عيان، الوالد ديالي المشيه ما بقاش كيتمشى، يعني كنمشي مع الحمام تيطيح لي الحمام، تمشي الجامع تيطيح، يعني كاينه وليات في الدار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا في هذا الفيديو الجديد. قضيتنا اليوم هي بعنوان جريمة مجانية. للتفاصيل ديالها تخليك تحس أن الضحية تعرضت لبزاف ديال الحقرة، وكتشوف أن صعصع ديال الدرب كما كنقولوا استغل أن الضحية ما كاينش معها خوها راجل اللي يحميها ويدافع عليها. المجرم استغل هذه النقطة ونفذ المجزرة ديالو ببرودة دم، وما كاين حتى شي سبب اللي يخليه يرتكبها سوى أنه إنسان مريض، إنسان مبلي بالقرقوبي، لا والديه رباوه ولا سبيطار قبل عليه. ما نحرقش المراحل ديال هذه القضية، خليكم إلى آخر القصة وما تزابيوش. قصتنا اليوم هي من مدينة سطات، وبالضبط من حي مبروكة، وغنمشيو عند أسرة السيد عبد الفتاح اللي معروف عليه إنسان درويش داخل سوق راسو وبعيد على المشاكل، خدام خدمة على قد الحال، مقاتل مع الزمان وهز الأسرة ديالو باش ما عطى الله. والزوجة ديالته اللي سميتها سميرة معروفة حتى هي في الحومة أنها إنسانة درويشة بزاف وشادة تقارها، مقابلة دارها ووليداتها وكتكافح على وديتهم. هاد الزوجين عندهم ثلاثة ديال الوليدات، ولد وجوج بنات، والكبيرة فيهم هي دنيا اللي تزادت سنة 1992، شابة آية من الجمال، ظريفة بزاف، خدومة، محبوبة عند كل شي الناس. وماشي غير هي، كل شي وليدات السيد عبد الفتاح ومرتو سميرة، وليداتهم مربيين أحسن تربية، مرضيين مع والديهم وكيحتارموا كل شي الناس. وكل شي هاد الشي راجع للأصل ديالهم، لأن والديهم ناس طيبين والله يعمرها دار، مسالمين وبعد على المشاكل وما كيأذيو حتى شي واحد، وبالتالي وليداتهم خرجوا ليهم. دابا خليونا نتكلموا اكثر على دنيا اللي هي بطلة هاد الحلقة. دنيا كانت شابة ذكية بزاف ومتميزة في قرايتها، ودائما كانت كتجي من الأوائل في المدرسة كاملها، واستطاعت انها تحقق بزاف ديال النجاحات. دنيا كانوا مفتخرين بها والديها، وكانوا كيتسناو منها بزاف ديال الحوايج، انها تخدم وتكون راسها وتعاونهم في المعيشة وتعوضهم على كاع التمارة اللي ضربوا عليها حتى كبروها هي وخوتها. الامور كانت غادة بشكل طبيعي، والاسرة كانت حياتها متيسرة حتى لسنة 2011. هنا غادي تغير كل شيء، بعد ما غادي يقتحم حياتهم واحد الجار اللي غيبدا يخلق لهم المشاكل وينغص عليهم عيشتهم ولأسباب تافهة. المشاكل غادي تبدا بين أسرة السيد عبد الفتاح وجارو غير بسبب النفايات أعزكم الله، وبداو الخلافات على والو. انت حط الزبل ديالك هنا، لا انت حط الميكات ديال الزبل ديالك لهيه، صافي وغتكبر الأمور وغادي تطور فيما بعد لما هو أسوأ، وغادي توقع للأسف الكارثة. إذا شكون هو هذا الجار؟ الجار مول المشاكل هو واحد الولد اللي ساكن في نفس الحومة، يعني الدار مقابلة على الدار، شاب اللي كيشتغل في مجال تجزرت وكيخدم في المحلات ديال خوتو. هاد الشاب هذا
من بعد ما تبرات منه هاد الأسرة وطلبوا منه ما يبقاش يحط لهم الميكات ديال الزبل حدا الباب ديال الدار ديالهم، صافي هو دارهم فراسو وشد معاهم الضب وبدا دائما كيرمي لهم الزبل قدام الباب باش يستفزهم وينوضوا يدبزوا معاه. ومن غير هاد الشي فين ما يبان ليه شي حد من هاد الأسرة دايس في الدرب تيبقى يسب فيهم ويعايرهم ويلح لهم في الهضرة باش يخلق معاهم المشاكل. ولكن بحكم أن هاد الناس مربيين وداخلين سوق راسهم ومسالمين لأقصى حدود، فكانوا ما كيسوقوش ليه ما كيجاوبوش، مخلينو كيتمادى في التعدو ديالو. نهار على نهار صعصع ديال الدرب كيزيد في الاستفزازات والتعدو ديالو على الأسرة ديال عبد الفتاح، لدرجة أن الزوجة ديالته سميرة ولات خايفة على وليداتها منه ولات كتديهم وتجيبهم من المدرسة حيت كانت كتخاف يتعرض ليهم ويأذيهم، خصوصا ولدها كان باقي صغير وكان كيحقر عليه وفين ما يبان ليه كيشدو يضربو ويتكرفص عليه بدون سبب. اذا امتى غدا تطور الامور اكثر واكثر؟ واحد المرة سميرة كانت خارجة هي وحدة في بناتها وتلاقى لها هاد الصعصع وبدا كيجر ليها في بنتها بالسيف عليها. ناضت سميرة دخلت لدارها وجابت العصا ديال الكراطة وبدات كتضربو بها وكتقول ليه بعد ليا من بنتي. وهنا غادي يكبر المشكل بين الطرفين. صعصع ما عجبوش الحال منين ضربته سميرة بالكراطة وحس ان كرامته تهانت وما تقبلش ان مرا تضربو وتبهدلو قدام الناس. وهنا حلفها في هاد الأسرة وقال لهم اليوم ولا غدا غادي ننتقم منكم. صعصع زاد في الاستفزازات ديالو لهاد الأسرة ولاو كل نهار كيرمي لهم الزبل اعزكم الله قدام الباب ديال الدار ويضرب لهم كذلك الدار بالحجر ويسبهم ويعايرهم. هنا عبد الفتاح الاب غادي يمشي عند والديه وغيتبرى منه وطلب منهم انهم يجمعوا ولدهم ويهضروا معاه باش يبعد من الاسره ديالو، ولكن للاسف هذا الشيء ما جاب حتى شي نتيجه. الاب ديال هاد الصعصع حتى هو كان غالبه وتيقول ما عندي ما ندير لكم، الله يدير ليا وليكم تا ولد الخير مع هاد الولد. صافي هنا الامور خرجات على السيطره وعبد الفتاح غادي يقرر يمشي يسلك طريق القانون. وفعلا دار واحد الشكايه عند الضابطه الامنيه ولكن للاسف دون جدوى. كانت الشكايه كتبع شكايه والو، لدرجه ان دنيا كتبات شحال من شكايه بسوء الجوار ضد هاد الصعصع بالخط ديال ايديها، وكانت كتشكى من الظلم والتعدو ديال جارهم المجرم. ولكن للاسف ما كانت حتى شي نتيجه. هاد الولد كان غير ما كيزيد في بصارته وما كاينش اللي كيحبسو او لا يردعو. الاسره ولات عايشه واحد الجحيم لا يطاق بسبب جارهم المجرم اللي ديما كيتعدى عليهم وعلى وليداتهم ولاو خايفين منه بزاف على راسهم. من جهه اخرى دنيا كانت مركزه على قرايتها وكتحاول انها تنجح باحسن المعدلات وديما كانت من المتفوقين والاوائل على صعيد مدينتها. دنيا خدات الباك بمعدل مزيان دخلات الكلية وبقات مركزة في قرايتها وما كانتش معمرة راسها بحتى شي حاجة اللي غتشوش على المسار الدراسي ديالها. وبالفعل خدات الإجازة في الأدب الإنجليزي وهنا غيتم اختيارها هي واحد الشخص آخر باش يمشي ويكملوا قرايتهم في أمريكا بمنحة اللي غتخولها لهم الجامعة الأمريكية. دنيا مشات سافرات لأمريكا وكملت فيها قرايتها وغادي تحصل على بزاف ديال الشواهد اللي خلى كل شي عائلتها تفتخر بها وحتى من الساكنة والجيران ديال الدرب كل شي كانوا فرحانين بدنيا ومفتخرين بها وكلهم باركوا لها. دنيا غادا ترجع من بعد المغرب وغادا تخدم كأستاذة لمادة الإنجليزية في مدرسة خاصة بمدينة سطات. وهنا دنيا توظفات ولا عندها مدخول شهري وغادا تستقر ماديا وغادي تولي تساعد والديها في مصروف الدار، خصوصا انه في هذه المرحلة الاب ديال دنيا كبر في العمر ولا مريض وصحته قلالت وما بقاش قادر على الخدمة وتمارا. هذا علاه دنيا غادي تطلب منه انه يجلس من الخدمة ويرتاح في الدار وهي غادا تكلف بالمصاريف كاملها وتريحه من تمارا والتكرفيس. شتو على بنت شحال مرضية وكتبغي الخير لوالديها ولخوتها
ولكن اخوتي للاسف شكون اللي خلاها؟ من جهه ثانيه حتى الاخ ديال دنيا كبر ومشى سافر لمدينه الجديده وخدم تما، ولا حتى هو كيساهم في المصاريف ديال الدار وكيعاون اختو دنيا. من جهه ثانيه دنيا واخا خدات الاجازه وكملات قرايتها في امريكا، الا انها عمرها تبدلات او لا تغيرات، بالعكس كانت بحال ديما انسانه متواضعه وخدومه وعزيزه عند الناس كاملين، خصوصا الوليدات الصغار ديال الدرب كانوا تيحبوها بزاف وكيحترموها، بحيث انها كانت كدير لهم الساعات الاضافيه وكتعاونهم في قرايتهم وكانت كدير المزيان معاهم. اللي عنده راه كتخلص منه، واللي ما عندوش ولا اللي ما فحالوش كانت كتقول ليه ماشي مشكل وكتقريه فابور لله في سبيل الله، لان المبادئ ديالها واللي كان كيهمها ان الوليدات يقراو مزيان ويحاولوا يوصلوا لداكشي اللي وصلت ليه دنيا. في هذه المرحله الاسره يالله بداو كيحسوا ان الدنيا ضحكات ليهم، الوليدات كبروا وتوظفوا وتحملوا المسؤوليه ديال المصاريف الدار، والاب ارتاح من تمارة، الامور الماديه اصبحت مستقره، عايشين بسلام بعادين على المشاكل والصراعات مع الجيران، من غير المشكل ديال جارهم صعصع اللي باقي ما بغاش يبعد عليهم وكيحاول كل مره يخلق لهم المشاكل ويستفزهم، وكان ديما كيهز السلاح الابيض في جيبه ويدق عليهم في الباب ديال الدار باش يحلوا وينوض يتعدى عليهم، وهذا الشيء كان خالق الرعب في هذه الاسره وكانوا ديما حاضين راسهم منه. ومن سنه 2011 حتى سنه 2019 الاسره ديال السي عبد الفتاح مازال في المشاكل مع هاد جارهم، ديما معدي عليهم وهم من جهتهم كيوضعوا به الشكايات، ولكن والو دون نتيجه، عمرو تشد ولا بات في الكوميساريه ولو غير ليله وحده. هذا علاش هاد صعصع زاد في دصارته وتمادى في التعدد ديالو على هاد الاسره، لانه ما لقاش اللي يردعو. وفي بدايه الموسم الدراسي سنه 2019 وبالضبط النهار اللي غتوقع فيه الفاجعه، دنيا جات من خدمتها دخلت للدار تبعوها الوليدات الصغار ديال الجيران جايبين لهم الكتوبه وطلبوا منها انها تغلفهم ليهم، بحكم انها ديما كانت كتعاونهم وكتغلف ليهم الكتوبه ديالهم والدفاتر. دنيا غادا تقول الوليدات صبروا عليا حتى نتوضا ونصلي المغرب والعشاء ونغلف لكم الكتوبه ديالكم، وداك الشيء اللي كان دنيا صلات خدات الكتوبه وبدات كتغلف فيهم، شويه كتسمع هي والديها واحد ضربه قويه عند الباب، شي حد هز شي حجره كبيره وضرب بها الباب ديال الدار، وهنا دنيا وماماها وباباها غادي يقفزوا وغتشدهم الخلعه، خرجوا كيجريو يشوفوا اش اللي واقع بالضبط وشكون اللي هرس لهم الباب بالحجر. منين خرجوا دنيا والام ديالها كيلقاو قدام الباب كله عامر بالازبال اعزكم الله، وهنا عرفوا انه عاوتاني جارهم صعصع هو مول الفعله. هنا دنيا بدات كتغوت وكتقول له بعد منا عطينا باتساع سير في حالك، ولكن هو كان مخبي لها مورا واحد الحيط ومترصد بها باغي تعدى عليها داك النهار. وبحكم الخلعه سميره هبطت في الدروج حفيانه وما لابساش الزيف ديالها، هنا دنيا غادي تقول لماماها راكي ما لابساش الزيف سيري دخلي يا ماما للدار انا غادي نجمع هاد الازبال وغادي نتبعك. وفعلا دنيا جمعت هذوك النفايات وغادا بهم لراس الدرب تلوحهم في البركاسه، وهنا غادي يخرج ليها صعصع من مورا الحيط اللي مخبي فيه وكان مترصد ليها منه وهاز في يديه الجنوية، وكانت هذه غير خطة منه الغدار قليل الأصل، يعني رمى النفايات قدام الدار وضرب الباب بالحجر باش اللي يخرج منهم غادي يغفلو ويتكرفص عليه بالجنوية، وداك الشيء اللي كان غير بانت ليه دنيا خرجات من الدار كتجمع الزبل وهو يغفلها، وهنا بدا كيوجه ليها في طعنات قاتله. دنيا ما عرفات راسها باش تبلات وبدات غير كتجري راجعه لدارهم، والمجرم كيجري من موراها وكيطعن فيها على الجنب ديالها طعنات قاتله. دنيا مسكينه تعكلات وطاحت في الارض، وهنا المجرم غادي يستغل الفرصه وكمل عليها، ومنين دنيا غرقات في دماياتها هرب وغبر ليه الاثار. سميره كتسمع الغوات ديال بنتها كتخرج كتجري للزنقه، كتلقى دنيا طايحه في الارض
وكاملها مضروبه وعامره دمايات. الام بدات كتغوت وكتسول بنتها شكون اللي دار فيك هاد الحاله. كتقول لها دنيا راه فلان صعصع ديال الدرب هو اللي ضربني بالجنويه، هو اللي غفلني مسخوط الوالدين. هنا دنيا بدات كتشوف الظلمه قدام عينيها وعرفات ان الموت هذيك، وبدات كتشهد مسكينه اشهد ان لا اله الا الله. سميره بدات كتغوت وتجمعوا عليها الجيران، كل شيء تصدم، كل شيء كيبكي منها والصدمه، ما عرفوش شكون اللي دار لدنيا هاد الحاله هذه. من بعد جات سياره الاسعاف ودنيا هزوها للمستعجلات، ولكن للاسف قدر الله ما شاء فعل، ماتت متاثره بالجروح الخطيره اللي تسبب لها فيهم المجرم الخطير، لانه ضربها على مستوى الصدر والرئه والمعده والكرشها، يعني ضربات قاتله، ماشي كان ناوي يجرحها او يشرملها. هاد السفاح كان ناوي يقتل، هذا راه مجرم خطير بما تحمله الكلمه من معنى. دنيا توفات الله يرحمها والله يصبر والديها. المجرم منين سال الجريمه ديالته مشى لدارهم، غسل حالته، بدل حوايجه وخرج للدرب كيشوف اش اللي واقع وكيتصنط اش اللي كيقولوا الناس، باش يعرف ياك ما شافوا شي حد او لا شكوا فيه الوالدين ديال دنيا، وكذلك باش يموه العداله. وخلاص دنيا قبل ما تموت قالت لامها ان فلان صعصع ديال الدرب هو اللي ضربني بالجنويه وهو اللي تكرفص عليا. المجرم كان داير فراسو داك النهار انه غادي يقتل شي واحد في ديك الاسره. منين ضرب الباب بالحجره تخزن وبدا كيتسنى يشوف شكون اللي غادي يخرج باش يغفلو ويضربو بالجنويه، سواء كان الاب عبد الفتاح او الام سميره او شي وحده في بناتهم، كان واحد فيهم غادي يكون الضحيه داك النهار. وبالفعل خرجت الدنيا وغدرها مسخوط الوالدين، وكانت هي الضحيه ديالو اللي هزات الضربه على والديها في بلاصتهم. الله يرحمها يا ربي امين، والله يكتبها مع الشهداء والصديقين. تجمعوا الاولاد ديال الدرب وبداو كيقلبوا على المجرم حتى بان ليهم، وهم يجريو من وراه شدوه وسلموه للسلطات الامنيه. المجرم اثناء التحقيقات ما كانش عنده حتى شي فرصه باش ينكر الجريمه ديالو، واعترف بكل شيء وقال للمحققين ان عنده مشاكل مع هاد الاسره من سنه 2011، وان الزوجه سميره ضرباتو بالعصا ديال الكراطه، وتم حس ان كرامته تهانت وحلفها فيهم وكان ناوي ينتقم منهم. وقال انه منين نفذ الجريمه ديالو كان عوالي يسافر للمناطق الجنوبيه او في الصحراء ويبقى مخبي تمايا ويبقى ديما هارب من العداله. كيقول واحد المثل الشعبي، منين كطيح البقره كيكثروا الجناوه، وهذا الشيء اللي وقع في هذه القضيه. منين المجرم قتل دنيا خرجوا الناس بزاف ديال الاشاعات، وكل واحد شنو كيقول. كان اللي قال ان دنيا كانت على علاقه بهذا المجرم، ومنين قالت ليه نتفارقوا قتلها باش ينتقم منها. وكاين اللي قال هو خطبها وهي رفضات بحكم انها انسانه قاريه وهو انسان امي ومجرم امبلي، ومنين رفضاته انتقم منها بديك الطريقه. وبزاف ديال الاشاعات لا اساس لها من الصحه. ومن بعد غتبان الحقيقه ان الاسره ديال دنيا عندها عداوه قديمه مع المجرم اللي كان جارهم الباب على الباب وديما كيتعدى عليهم، وان دنيا انسانه شريفه وكل شيء اللي تقال عليها مجرد كذوب وشائعات لا اساس لها من الصحه. في نظركم علاش المجرم اختار يقتل دنيا؟ هذا الشيء كيعني اننا حنا امام مجرم مريض وكي غير من دنيا ومن الأسرة ديالها، لأن هاد السفاح هو إنسان ما قاريش ومبلي وحياته ما مستقراش مع والديه، وكيشوف أن هاد الأسرة ديال عبد الفتاح هي واحد الأسرة مثالية، أسرة متماسكة، الوالدين حاضنين على وليداتهم وكيحبوهم ومهلين فيهم. من جهة تانية الأبناء ضريفين ومربيين أحسن تربية وكيقراو مزيان وناجحين في حياتهم. خصوصا دنيا هي إنسانة ذكية وطموحة وناجحة في حياتها وحققت بزاف ديال النجاحات، ولكن المجرم هو عكس هذا الشيء كامل، ما دار والو في حياته. هذا علاش كان كيكره هاد الأسرة وكيغير منهم وديما كيتعدى عليهم باش ينغص عليهم حياتهم كيف ما هو حياته عذاب وجحيم. من جهة أخرى بزاف من الساكنة ديال سطات تأثروا بالقضية ديال دنيا وخرجوا للشارع ونظموا مظاهرات وطالبوا بالقصاص وإعدام المجرم.
وبالفعل الملف تحال على القضاء والسفاح تحكم بثلاثين سنة سجن نافذة بتهمة القتل العمد تحت الإصرار والترصد. دنيا الله يرحمها عمر الساكنة ديال مدينة سطات غادي تنساها وتنسى كيف كانت إنسانة طيبة ومحبوبة وكتعاون الصغير قبل من الكبير. يا ربي تغفر ليها. بينما المجرم غادي يبقى غير مجرم وغيدوز حياته في الحبس وغادي يتعذب في الدنيا وفي الآخرة. كانت هذه هي قصتنا اليوم ديال الأستاذة دنيا اللي داروا على قبلها بزاف ديال المظاهرات بمدينة سطات كيطالبوا الساكنة بإعدام وقصاص من المجرم. ما نزيدش نطول عليكم كتر، خليوا لي التعاليق ديالكم شنو استفدتوا من هذه القصة وكيفاش جاكم الحكم على السفاح. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا على الحضور ديالكم الكريم، تهلاو لي فراسكم بزاف، مع السلامة.